في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها في الوسط الحضري، عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولاية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر تتمكن من توقيف مشتبه فيها البالغة من العمر 60 سنة في قضية النصب عن طريق استعمال طقوس الشعوذة، انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأشخاص بالاحتفاظ بصورهم لاستعمالها في طقوس الشعوذة. العملية جاءت على إثر معلومات مفادها قيام هذه الأخيرة باستغلال منزلها العائلي لممارسة طقوس الشعوذة، وبالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم استصدار إذن بالتفتيش لمسكنها العائلي، أسفرت نتائجه عن توقيف المشتبه فيها في حالة تلبس وضب داخل مسكنها العائلي على 7 أشخاص من جنس أنثى ومعدات تستعمل في الجريمة، بالإضافة إلى صور شخصية لكلا الجنسين ومبلغ مالي من العملة الوطنية والعملة الأجنبية. وبعد استيفاء جميع إجراءات التحقيق تم إنجاز إجراء قضائي ضد المشتبه فيها، قدمت بموجبه أمام العدالة للمحاكمة. محافظ الشرطة راشد عبد الكريم، رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية معسكر.